الصيف فترة عادة بيصحبها بعض المشاكل اللي خاصة بالجلد، نتيجة ان بعض الناس مش دائما بتقدر طبيعة جلدها تتحمل الحرارة الشديدة او التعرض المباشر للشمس، وايضا الاتجاه بعد الامتحانات ان شاء الله الى المصايف وحمامات السباحة وخلافه. هو يعني برضه ما بيبقاش حرارة مستمرة، بيبقى في حر وبعدين تخش تكييف وبعدين يجي بالليل، فتغيير درجات الحرارة ده بيأثر برضه على جلد الإنسان. عشان كده النهاردة فقرة الجمال والجلد بتقدمها لنا غادة عبد السلام، وهي من إعداد طارق عجمي، بتناقش فيها هذا الموضوع، نشوفها مع بعض. مشاهدينا الاعزاء صباح الخير، واهلا بكم معنا وفقرتنا الاسبوعيه فقره الجمال والجلد. فصل الصيف الحقيقه لما بيجي معاه مشاكل كتير بتضر الجلد، وخاصه اذا كانت البشره حساسه للضوء او للحراره او لاشعه الشمس. هنتكلم على هذه المشاكل في فصل الصيف مع الاستاذ الدكتور منير ويليام، استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه. اهلا بك يا دكتور وصباح الخير. صباح الخير. يمكن احنا عارفين يا دكتور ان البشره عامه مقسمه الى بشرة جافة ودهنية ومركبة وحساسة، ولكن يمكن في بعض البشرات اللي بيكون لها تصنيف آخر لأنها بتكون حساسة بدرجات متفاوتة سواء للضوء أو لأشعة الشمس. فعايزين نتكلم مع حضرتك على النوعيات المختلفة لهذه البشرة والضرر اللي بيصيبها نتيجة تعرضها للشمس خاصة في فصل الصيف. والحقيقة إذا تكلمنا على الكلام اللي سيادة بتكلم عنه اللي هي مدى حساسية البشرة لضوء الشمس وبالذات في فصل الصيف، وبنقصد بيه البشرة متى حسيتها من ناحية حدوث حروق من ضوء الشمس، دي من ناحية. والحاجة التانية من ناحية ان البشرة دي بتحصل فيها نوع معين من البقع الجلدية او لا. فالحقيقة بنقسم جلد الانسان الى 6 انواع من الجلد. النوع الاول من الجلد اللي هو بنسميها بشرة حساسة جدا، وهذا النوع من الجلد البشرة لا يمكن اللون يتغير مهما تعرضت للشمس فترة طويلة، لكن البشرة بتحترق بسهولة جدا بمجرد تعرضها للشمس. والمثال بتاع هذا النوع الاول اللي هو الناس ذوي الشعر الاحمر. النوع الثاني من البشرة بنصنفها على انها بشرة حساسة، وهذه البشرة بتحترق بمجرد تعرضها للشمس ولكن تكتسب لون بعد فترة زمنية طويلة، والمثال بتاعها هو الناس ذوي البشرة البيضاء والعيون الزرقاء. النوع الثالث من البشرة احنا بنسميه البشرة الطبيعية، وده النوع من البشرة الجلد بيحترق بعد تعرضه للشمس فترة طويلة، وأيضا يبتدي ياخد لون بعد تعرضه من الشمس فترة طويلة، والمثال بتاعها الناس اللي ذوي البشرة البيضاء والعيون العسلية. النوع الرابع من الجلد بنصنفه على إنه جلد طبيعي، وده الجلد بيحترق بعد تعرض الشمس بفترة طويلة بيحصل بيه حروق الشمس والحاجات دي، وفي نفس الوقت بيبتدي يكتسب لون بعد فترة طويلة. والمثال لي اللي هي البشرة القمحية اللي هي الناس بتوع حوض البحر المتوسط، وإحنا منهم كمصريين. النوع الخامس من البشرة بنستصنيفه بشرة غير حساسة، وده مهما تعرض للشمس لا يحترق ولكن بيغمق بسهولة، والمثال لي الجماعة اللي هو ذوي الجلد الأسمر. وآخر مثال تصنيفه جلد غير حساس، وأيضا لا يحترق مهما تعرض للشمس فترة طويلة ولكن يتغير اللون بسهولة بمجرد تعرضه للشمس، والمثال ليه هو الجلد الزنجي. كده في 6 انواع من الجلد موجودة بتتأثر بالبشرة. وإذا مسكنا بقى السؤال الثاني من سيادتك اللي هو الضوء وأثره بالنسبة لجسم الإنسان. طبعا الضوء ده عبارة عن 3 حاجات، عبارة عن الضوء المباشر اللي احنا بنشوفه بالعين المرئية، وده فيه يتمثل ألوان قوس قزح 7 اللي بيبدأ من اللون البنفسجي حتى اللون الأحمر. النوع الثاني من الضوء وهو الأشعة الفوق بنفسجية، ودي في منها 3 أنواع، الأشعة فوق بنفسجية ألف أطول موجة، وأشعة فوق بنفسجية ب وكلاهما يمر إلى الأرض، والأشعة البنفسجية جيم اللي ما بيمرش للأرض لأن في الأوزون بيمنعه. ده النوع الثاني من الضوء، وده الجزء الغير مرئي. النوع الثالث هو الأشعة تحت الحمراء، ودي أساسا بتأثر على الجلد عن طريق الحرارة. فإذا سيادتك قصدتي ما تأثير الضوء للشمس، فأنا بقصد تأثير 3، الأشعة الفوق بنفسجية والضوء الطبيعي والأشعة تحت الحمراء. فدي ممكن تأثر في الجلد تأثيرين، إما تأثير مباشر عن طريق إن هو بيحصل لسه بنقول حروق في الجلد، ودي بتفرق من حسب نوع الجلد، ففي جلد حساس جدا اللي هو النوع الأول والثاني، وفي جلد غير حساس اللي هو النوع الخامس والسادس. الحاجة الثانية في نوع تأثير مباشر عن طريق البقع الجلدية اللي ممكن تتكون، كلاهما ده اثر بيكون حاد او مباشر.
لكن في تأثير للإشعة دي غير مباشر أو بياخد فترة زمنية طويلة، بداية من تأثير أشعة الشمس على الحمض النووي والخلايا اللي بيؤدي إلى موتها وبالتالي ظهور تجاعيد الوجه، ودي حاجة ومرحلة متأخرة، ومرورا بما يسمى بأورام الجلد اللي هي لو الإشعة تعرضت للجسم فترة طويلة ممكن تؤدي إلى تكوين أورام الجلد. أعزائي المشاهدين، في نهاية لقائنا بنشكر الأستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية، وبنلتقي مع حضراتكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم وفقرة الجمال والجلد. شكرا لكم وإلى اللقاء.